دخل الأسد المغربي حكيم زياش كرسمي لثاني مرة تحت ألوان تشيلسي، وهذه المرة في مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي، وسجل هدفا صاروخيا رائعا في الدقيقة 26 من تمريرة من اللاعب أبراهام. وتجدر الإشارة إلى أن حكيم سجل هدفه الأول في مباراة فريقه البلوز أمام كراسنودار الروسي في دوري الأبطال.